ليلتكم سعيدة. أن تكون حكيماً في الوقت المناسب فذلك 9 أعشار الحكمة، مقولة مشهورة جداً لتيودور روزفلت رئيس 26 الولايات المتحدة الأمريكية والمؤلف والسياسي والمستكشف الكبير. حقيقي فعلاً أن تكون حكيماً في الوقت المناسب فذلك 9 أعشار الحكمة، وده اللي بتقوم بيه مصر دايماً في كل ملفاتها. مصر دايماً بتقوم بالفعل المناسب في الوقت الأنسب. وخلونا نشوف الملف الفلسطيني. مصر من قلب فرنسا، من العاصمة الفرنسية باريس، من قلب أوروبا، أعلنت دعمها لإعادة إعمار غزة بنصف مليار دولار، وحطت العالم كله قدام مسؤولياته وقدام ضميره الإنساني. مصر اللي تعتبر دولة، ما هيش دولة مانحة يعني ولا دولة ثرية تقوم بمنح دول أخرى، ولكن مصر عندها التزام، التزام إنساني، التزام أخلاقي، التزام تاريخي، التزام سياسي تجاه القضية الفلسطينية، لم ولن تقصر فيه على وجه الإطلاق. فتحت المعبر، سمحت لعربات الإسعاف باستقبال أعداد كبيرة جدا من المصابين، وقوافل من صندوق تحيا مصر بكل أنواع الإغاثة، سواء إذا كان أكل أو مفروشات أو ملابس أو أدوية أو مستلزمات خاصة بجائحة كورونا، وقدمت النموذج اللي يشرف قدام العالم. مش بس كده، مصر كمان قدمت مقترح للتهدئة لقى قبول شديد جدا من الطرفين، الفصائل الفلسطينية والطرف الإسرائيلي، ولقى استحسان كبير جدا من كل دول العالم ومن كل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. كل الدول ابتدت تحذو حذو مصر بعدها بدل من الشجب والتنديد والإدانة، ولقى العرض قبول شديد جدا، ومصر بعتت وفدين أمنيين لتثبيت وقف إطلاق النار والتأكد من الهدنة. كل الدول استحسنت الموقف المصري، كل الناس فرحانة بالموقف المصري فيما عدا الإخوان، زعلانين مش عارفة ليه، أو يمكن عارفة بس مش عايزة أقول، مش مهم. خلينا في الفخر الموصول والمتصل للمواطن المصري. المواطن المصري بقاله فترة طويلة بيشعر، سنوات بيشعر بالفخر بسبب السياسة الداخلية والسياسة الخارجية المصرية. صحيح المواطن المصري طول عمره رفع راسه لأنه مصر يحمل تاريخ عريق ومهم، لكن الفترة دي حس أنه ارتفاع الأنف بقى مش زاوية قايمة، بقى زاوية منفرجة مع لمعة في العينين. خلينا في الفخر المصري، وخلينا نتابع معاكم من خلال فقرتنا الإخبارية كل المستجدات الخاصة بملف القضية الفلسطينية. هيكون معانا في الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، لأول مرة في مساء الخير. قبل ما أخش عن فقرتنا الحوارية، خلوني أنقل التعازي لملايين ملايين وجموع الشعب المصري والعربي في وفاة الفنان سمير غانم. لو عدينا عدد الابتسامات اللي ابتسمها كل مواطن، كل طفل، كل شاب، كل امرأة في مصر وفي الوطن العربي على كل عمل فني قدمه سمير غانم، حافظينه صم ومع ذلك بنضحك بنفس الدرجة كأننا بنشوفه لأول مرة، هنلاقي مليارات من الابتسامات اللي أغنت قلوب الملايين. سمير غانم اللي ركن في قلب كل مواطن وكرسي في قلب كل بيت، لأنه الشخص اللي ملوش أي هم غير البهجة، ملوش أي مشكلة مع أي شخص. أو على رأي الناقد الكبير طارق الشناوي لما قال أنه السياسة كانت بتتغير ونجوم الفن موقعهم ونجوميتهم ودرجاتها بتتغير، وسمير غانم زي ما هو صانع البهجة، صانع البهجة اللي عمره ما قال أي إفيه بذيء أو خارج أو في أي إهانة لأي شخص، كان دايماً بيراعي الأسرة المصرية. ربنا يرحمه وربنا يعزي أسرته ويتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز على خير. أما عن فقرتنا الحوارية فأقدر أقول لكم إن إحنا النهاردة معانا مشخصاتي زي ما بتقول الكلمة، مشخصاتي بالمعنى الحرفي، يقدر يعمل أي دور، أستاذي، ومش أستاذي بشكل مجازي لأن كل شخص مننا عنده أساتذة في الحياة أثروا في حياته، لا ده أستاذي بشكل فعلي، درس لي وله أفضال عليا. الفنان اللي يقدر يعمل الشرير فتتوتر منه، الطيب فتحس إنك عايز تحضنه، تراجيديان فيكسر قلبك من كتر لياط، كوميديان تلاقي نفسك مش عارف تمسك نفسك من الضحك. بيعمل كل الحاجات دي بمنتهى القدرة وبمنتهى الكفاءة بنفس الدرجة. كان ليه أعمال السنة دي في رمضان، 4 أعمال هم هجمة مرتدة والنمر وضل راجل، وطبعا أهمهم وأميزهم مسلسل الاختيار اللي قدم فيه بذكاء، ناتج عن ذكاء ورق مكتوب بشكل ذكي وذكاء طرح مخرج، شخصية عم عادل، الشخص العادي جدا جدا اللي تصادف أنه يكون مسيحي
الشخص الطبيعي، مش زي ما بنقول في الكوميكس بتاعتنا أصله بيتكلم مسيحي. عم عادل اللي كلنا قلبنا كان هيقف وهو داخل الكنيسة البطرسية وخايفين ليكون من ضمن الشهداء اللي هيتفجروا مع تفجير الكنيسة، وقاعدين مستنيين نشوف الحلقة اللي بعدها يا ترى هيحصل له إيه. الفنان القدير أحمد حلاوة، دكتور أحمد حلاوة، في ضيافة مساء الخير بعد أخبارنا. مساء الخير. هنبدأ فقرتنا الإخبارية مع بعض باجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة بالإضافة للمجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة حياة كريمة. سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف في إطار مبادرة حياة كريمة. خلونا نخرج نشوف جزء من نشاط الرئيس السيسي لليوم ونرجع نستكمل مع بعض أخبارنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤولين عن مبادرة حياة كريمة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقرى الريف المصري. كما وجه السيد الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى إلى الارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها يقطنهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر. كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددهم 52 مركز، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم. وبالنسبة للمحور الخدمي تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية والأبنية التعليمية، فضلا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها. وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب ومكاتب البريد وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها وخدمات الأسرة والطفولة وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم والتوعية المجتمعية وتطوير قصور الثقافة. أما عن المحور الاقتصادي فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى ودعم الحرف التراثية وكذا المجمعات الزراعية وتطوير الخدمات البنكية.
معانا على الهاتف دكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن لمبادرة حياة كريمة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني موضوع حياة كريمة، أنا شخصيا عن نفسي دايما بقول إنه لو ما كانتش الدولة المصرية بتعمل حاجة غير حياة كريمة فهي عملت إنجاز يعني يذكره التاريخ. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الخطوات اللي ابتدت أو اللي تم تنفيذها مبدئيا في مبادرة حياة كريمة، في مشروع تطوير القرى. احنا بنتكلم عن المرحلة الثانية من المبادرة. أيوة. المرحلة الأولى فخامة الرئيس أطلقها منذ بداية عام 2019، حققت نتائج إيجابية جدا جدا على طبيعة حياة السكان في القرى الأكثر احتياجا في ذلك التوقيت. مع نهاية 2020 فخامة الرئيس وجه بتوسيع الاستفادة من المبادرة لتشمل كل قرى الريف المصري. احنا بنتكلم عن مشروع زي ما حضرتك قلت غير مسبوق على الإطلاق في تنمية الريف المصري، وأظن أنه غير مسبوق على الإطلاق في تطوير المناطق الريفية على مستوى العالم. احنا بنتكلم على مشروع بيستهدف تطوير جميع قرى الريف، تحسين نوعية حياة جميع السكان في المناطق الريفية بتاحت مخصصات غير مسبوقة على الإطلاق في مشروعات شبيهة ومثلة سواء في مصر أو في أي دولة من دول العالم. بنتكلم عن فترة زمنية قصيرة جدا للتنفيذ، تبلغ 3 سنوات، مستهدف فيها تقديم كل الخدمات الممكنة سواء في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الخدمية والمرافق، أو في قطاع التنمية الاقتصادية، أو في قطاع التنمية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للسكان، أو حتى مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. المشروع يا فندم بيستهدف تقريبا 58% من سكان مصر، بتشتغل في كل الوزارات وكل القطاعات المصرية، وأيضا بيدخل فيه المجتمع المدني. مشروع زي ده من المشاريع اللي هي يعني بتهتم قوي أنه إنجازها يكون عن طريق المنتج المحلي أو يعني مصري صرف، وأن العمالة كمان تكون من قلب القرى. في وجهة نظر حضرتك هذا المشروع ممكن يغير وجه مصر ازاي، او يغير شكل مستقبل مصر ازاي؟ خلينا نعترف السكان الريف عانوا لفترات طويلة جدا جدا من نقص الخدمات، من قلة فرص العمل، من عدم الاهتمام. احنا بنشوف مناطق ريفية تقريبا محرومة بشكل كبير جدا من الخدمات اللي بيتم تقديمها ليهم، بيعانوا بدرجة كبيرة جدا من الحصول على هذه الخدمات، سواء الانتقال لمسافات طويلة أو اللجوء لمناطق حضرية، وأحيانا اللجوء لمحافظات مجاورة عشان الاستفادة من الخدمة. حياة كريمة بتحسن نوعية الخدمات المقدمة للسكان في هذه المناطق، بتقلل بحد كبير جدا الفجوة اللي موجودة بين الخدمات المتاحة على مستوى الحضر مقارنة بين الخدمات اللي موجودة على مستوى الريف. خلينا نعترف أن المناطق الريفية شهدت تغيرات وما زالت تشهد الحقيقة تغيرات خلال 20-30 سنة اللي فاتوا، ومع ذلك كان في حرمان شديد جدا في البرامج اللي بتستهدف تنمية المناطق الريفية. نقدر نقول بكل اطمئنان على مدار 200 سنة اللي فاتوا منذ بدايات النهضة في عصر محمد علي لحد النهاردة تقريبا. من عصر محمد علي ما حدش اهتم او القى نظرة على الريف المصري بالضبط، بس احنا بنتكلم عن مشروع ضخم، مشروع قومي، الاثر بتاعه سواء بعدد المستفيدين منه أو بطبيعة الخدمات المقدمة، طبيعة الاستفادات اللي بيتم الحصول عليها، هو مشروع لا يقل أهمية عن إنشاء قناة السويس في حد ذاتها، عن إنشاء السد العالي في حد ذاته. إحنا بنتكلم عن مشروع غير مسبوق من هذه الزاوية، من إتاحة مخصصات. مفيش دولة النهاردة في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيعاني منها بتتيح 700 مليار، ده رقم ضخم جدا طبعا، عشان يتصرفوا لمشروع تنموي بيحقق بكل ثقة كتير من الخلل في ميزان العدالة الاجتماعية اللي كان موجود سواء بين قطاعات اجتماعية، بين طبقات اجتماعية، أو مناطق جغرافية بين الريف والحضر. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن لمبادرة حياة كريمة. والحقيقة الدكتور خالد قال إنه مشروع لا يقل أهمية عن قناة السويس، أنا بشوف إنه هو لا يقل أهمية لأنه بيستهدف المواطن المصري اللي فعلا على مدار 200 سنة كان محتاج إنه يعيش بقى حياة كريمة في الريف المصري.
الخبر الثاني بقى خلونا ننتقل إلى الملف الخاص بالقضية الفلسطينية ومجموعة أخبار في إطار هذا الموضوع. النهاردة أجرى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي اتصال هاتفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وأشاد ولي عهد أبو ظبي بالجهود المصرية بوقف إطلاق النار في غزة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. طبعا ده وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية. وأثنى ولي عهد أبو ظبي على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء. إحنا معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير شهيرة هانم، تحياتي ليكي ولكل السادة المشاهدين، ومبسوط ان انا معاكم. على انا بشكر حضرتك جدا، حضرتك مشرفنا لاول مره في مساء الخير. خليني ادخل مع حضرتك في هذا الملف. يمكن هي ليست المره الاولى اللي مصر تستطيع فيها ان تنجح في التوقف في الوصول لوقف اطلاق النار بين الطرفين، لكن فيما يبدو ان هذه المره مختلفه، وهذه المره تبدو هي المره الاصعب. يا ريت كمحلل سياسي حضرتك تقول لنا لماذا هذه المره تبدو اصعب وتبدو مختلفه. لا طبعا، هي هذه المره تعتبر تاريخيه، اذا جاز التعبير. ليست تاريخية فقط من ناحية الجهد المصري الذي بذل، ولكن تاريخية بصفتها بتأثر لمرحلة جديدة للقضية الفلسطينية. ما قبل مايو 2021 يختلف تماما عن ما بعد مايو 2021. من العام 2006 منذ وقوع الانقسام الفلسطيني تم اختطاف القضية الفلسطينية لصالح تيارات أيديولوجية وأطراف إقليمية، وده كان سبب مباشر في خسارة القضية. أولا الأهمية لدى الشارع العربي بشكل عام، فأصبح المواطن في مصر ينظر للقضية التي قدم فيها الكثير على مدار عقود على أنها أصبحت تخص فصيل ما أو طيار ما، تمام. ثم أصبح مثلا المواطن في الخليج العربي يرى في القضية أنه يتم توظيفها من قبل بعض الطيارات لصالح طرف إقليمي آخر. ما فعلته مصر بتدخلها القوي، وكانت هي الدور الوحيد على الأرض، أنها عادت القضية مرة أخرى لكي تكون قضية عربية أولا. وهذا الأمر بالغ الأهمية في هذا التوقيت. الأمر الثاني كما حضرتك تفضلتي، هي ليست المرة الأولى، ولكن ما جرى كشف جماعة الإخوان الإرهابية. بمعنى بعد النجاح المصري، ما هي النغمة الإخوانية اليوم والأمس؟ أولا بيتكلموا على عنصرين. العنصر الأول بيقولوا يعني أنتوا بتساعدوا غزة وبتساعدوا الفصيل الفلاني اللي اتهمتوه بكذا وكذا وكذا في 2011، وده يوضح الفارق ما بين فكر الدولة وفكر تنظيم إرهابي ومحدودية فكر تنظيم إرهابي، ويوضح كمان الفارق ما بين نظرة مصر للقضية الفلسطينية وثوابتها كعمق للأمن القومي المصري ومتاجرة الإخوان بدماء الفلسطينيين، وما هي إلا مادة للاستعطاف، وما هي إلا مادة لتحقيق أهدافهم السياسية على حساب دماء الأشقاء في فلسطين. ما حدث تاريخي أيضا، لأن المقارنة تفرض نفسها ما بين العام 2008 وما بين العام 2021، بمعنى أنه ليس خاطيا أن جرى تكثيف القصف على قطاع غزة كان من بعض يعني القراءات
أنه قد يؤدي إلى تكرار تجربة 2008 وأن ينفجر القطاع في وجه مصر وليس في وجه المحتل. ما جرى هو إذا جاز التعبير هجمة مرتدة، لأننا تدخلنا لنجد أشقائنا، تدخلنا لنجد أهلنا في فلسطين، ونحن من سيذهب إلى غزة بالإعمار للإعمار. أنا بحيي حضرتك على تعبير هجمة مرتدة ده جدا، يعني لأن هو التعبير الأوجز المعنى الحقيقي. وكنت لسه أنا بقول في مقدمة الحلقة أنه الإخوان هم الفصيل الوحيد اللي يعني بيبدي استياءه في ظل أن كل العالم بيثني على الدور المصري. الإخوان هم اللي كانوا بيدعوا أنه الدور المصري تم تهميشه في قضايا المنطقة وفي ملف القضية الفلسطينية بالتحديد. برأي حضرتك إيه في هذا الترحيب الكبير الدولي لما يمكن أن يسمى عودة مصر إلى دورها المحوري الرئيسي المهم في المنطقة؟ تمام. خليني بس يعني أرتب السؤال بتاع حضرتك زي ما فهمته، بس الأول إذا سمحتي لي أنا ما أقولش على الإخوان فصيل، الإخوان تنظيم إرهابي، ونحن نواجه أخطر فكر يعني تواجهه الإنسانية في العصر الحديث. وبالتالي الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب وتحديدا ضد هذا الفكر هي بالفعل هدية تقدمها مصر للعالم، والعالم بدأ ينتبه لخطورة هذا الفكر. أما فيما يخص دور مصر الإقليمي، أن يعني أي منصف عليه أن يرى أن الدولة المركزية الآن في الشرق الأوسط هي مصر، وأن النواة الصلبة لمنظومة الأمن الإقليمي هي مصر، وأن الدولة التي تمتلك كم استراتيجي وافر هي مصر، وما فعلته مصر اليوم مع أهلنا في فلسطين هو ما فعلته بالأمس مع أهلنا في ليبيا، هو ما تفعله اليوم أيضا مع أهلنا في السودان، هو ما فعلته قبل أسابيع مع أهلنا في الأردن عند محاولة زعزعة الاستقرار في الأردن، هو ما تؤكد عليه دوما مع أهلنا في الخليج بل لأنهم القومي جزء من أمننا القومي، هو ما فعلته مع أهلنا في سوريا في خطاب الرئيس الشهير في الأمم المتحدة عندما أعلن أن مصر لم تقبل أن يكون الإرهاب جزء من مستقبل سوريا، هو ما تفعله مع العراق بآلية الدعم الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق لدعم مؤسسات العراق وعودة العراق لممارسة نشاطه، هي الرسالة التي أعلنت من القاهرة أثناء زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد بدعم تونس ومؤسسات تونس. وبالتالي هذا دور مصر ودور تستدعيه المنطقة، ولكن هذا الدور لم يأتي صدفة، هذا الدور هو محصلة بناء، هذا الدور هو محصلة تضحيات، هذا الدور هو محصلة رؤية ورؤية سليمة لقيادة وطنية استثنائية كانت تستشرف المنطقة، تستشرف تحديات المنطقة، تعرف وضع مصر بين الأمم. علينا أن نعيد النظرة وأن نجاوب أنفسنا كيف تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014 وكيف أصبحت مصر في عام 2021. نحن اليوم نتغنى بدور مصر عندما تتعلم عند قياس قدرات الدول أن معيار القياس كما يتم تدريسه في العلوم العسكرية والعلوم الاستراتيجية يسمى بعناصر القوى الشاملة للدول، وهي عبارة عن أربع عناصر: قوى عسكرية وقوى اقتصادية وقوى سياسية وقوى اجتماعية. القوى الاقتصادية كانت مصر يعني اقتصادها، آسف إني أقول إن الاحتياطي المصري كان يعادل احتياطي نقدي الشركة مش لدولة بحجم مصر. كان الاقتصاد المصري ليس محل ثقة عالمية. ثم بعد ذلك التطور العسكري الذي شاهدناه تحديث شامل لقدراتنا العسكرية. ثم بعد ذلك القوى السياسية في 2014، علينا أن ننظر من كان يتجرأ علينا في الإقليم والصيغة التي كان يريد البعض اعتمادها بأن مصر يعني أصبحت جزءا من التاريخ وأن المستقبل له
معادلات أخرى ومنفعوا لحصار مصر. ثم القوى الاجتماعية وصل الحال بمصر بعدما وصلت هذه الجماعة الإرهابية في غفلة من الزمن لحكم مصر أن يأتي اليوم الذي يسأل فيه المصري هل أهنئ أخي المسيحي بعيده أم لا. كنا وصلنا إلى هذا الحال. هذا هو المجتمع والبلد الذي تسلمه الرئيس السيسي. علينا أن ننظر اليوم أين هي قواتنا الاقتصادية، ونحن الدولة الأكثر نموا في الشرق الأوسط، والدولة التي تمتلك مؤشرات تقول الأمم المتحدة أنها ستكون سادس اقتصاد على العالم في 2030 وقادرة على النمو رغم جائحة كورونا. علينا أن ننظر إلى قواتنا السياسية ودور مصر التي تتحدث به حضرتك الآن. علينا أن ننظر إلى قدرتنا العسكرية، وفي هذا الشق كل واحد فينا مدين لكل قطعة سلاح مصر عرفت تجيبها. ده حقيقي، وأدركنا الآن ليه مصر كانت بتتسلح هذا التسليح، أدركنا الآن يعني بعد تمام. ثم القوى الاجتماعية 100 مليون مصري نسيج واحد. ما فيش حاجة اسمها انت مسلم وانت مسيحي، كله اسمه مصري. رئيس الجمهورية نفسه بيرفض التصنيف ده حقيقي. الطموح في ملف المواطنة وصل عنان السماء ده حقيقي. وبالتالي هذا هو المجتمع وهذه هي البلد في 2021. لذلك أقول لحضرتك الجملة اللي بدأتها معاكي، أن ما قبل مايو 2021 فيما يخص محورية الدور الإقليمي لمصر أمر، وما بعده أمر آخر. وبالتالي الجماعة الإرهابية جن جنونها، وده حقيقي فعلا. ويعني حالة البطش اللي بيعيشوه هم واللي جالهم الإلكترونية مش عارفين يقولوا إيه. يعني وصل بيهم الحال إن هم ضد إعمار غزة. ده حقيقي. يعني هذه الجماعة تخلع أفكارها مسلمة، يعني يخلعون ثيابهم. وبالتالي علينا أن نفخر بهذه اللحظة الإقليمية، ونستمر في دعم القيادة السياسية، ونستمر بأن يكون لدينا ثقة أكبر ويقين أكبر في دولتنا وفي قدراتها. وهذا الكلام ينسحب على القلق الطبيعي اللي عندنا كلنا فيما يخص مجريات ملف سد النهضة. علينا أن نطمئن أن هذا الملف في عهدة الدولة الوطنية المصرية وفي عهدة المؤسسات الوطنية المصرية. يعني يكفي ان احنا نطمئن انه الرئيس قال انه مش هنفرط، يعني يكفي ان نحترم هذه الجملة ويبقى عندنا هذه الثقة. وعلينا ان نتركهم يعملوا. استاذ احمد، سؤالي الاخير لحضرتك، وعلى وعد طبعا ان هيكون لنا لقاء مطول نناقش فيه ملفات كثيرة، يعني انا طبعا بشكر حضرتك، هل ادركت الاداره الديمقراطيه الامريكيه اهميه مصر استراتيجيا في حل الصراع، وده ممكن يتبني عليه تطور نوعي في العلاقات المصريه الامريكيه؟ والله وجهه نظري يعني كمتابع تحديدا لملف الولايات المتحده والعلاقات المصريه الامريكيه، لا، هي الاداره تعرف قدر مصر قبل ان تاتي، والمؤسسات الامريكيه تعرف قدر مصر قبل ان تاتي، ولكنهم تحايلوا على هذه الحقيقة. ثم في لحظة الجد تأكدوا أنه لا مهرب من مصر إلا مصر. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد طهري، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، ويعني إن شاء الله يكون لنا لقاء مطول نناقش فيه ملفات كثيرة مصرية هامة تهم الشعب المصري. بشكر حضرتك جدا على مداخلتك الكريمة معنا. في نفس الإطار، وزير الخارجية سامح شكري توجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن. كما يتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول مستجدات الصلة بالمشهد الفلسطيني وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار والأوضاع
وقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن بحث سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا مجلس النواب أشاد بالدور الرائد للرئيس السيسي لتحقيق الهدنة في غزة، حيث توجه المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بالتحية والتقدير للدور المحوري الرائد الذي قام به الرئيس السيسي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة. خلونا نخرج نشوف فيديو في هذا الأمر ونرجع نستكمل أخبارنا. إن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءا من فتح معبر رفح، مرورا بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءا بما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتهاءً بما أعلنه فخامته من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. خلونا نشوف بقى حكاية الفطر الأسود، علشان الموضوع ده بقى يعني الكلام فيه اليومين اللي فاتوا كتير والإشاعات كتير والمسائل بقى فيها مخاوف. كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا تفاصيل جديدة بشأن مرض الفطر الأسود. قال إن عدوى فطرية بتصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، ويحدث لحالات قليلة جدا ونادر الإصابة به، ويحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، محذرا من الإفراط في المضادات الحيوية والكورتيزون دون استشارة الطبيب. وأضاف أن هناك 3 حالات مصابة به في 3 محافظات، مؤكدا أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس. وذكر أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود هم مرضى السكر ومرضى الأورام، وأن المرض ينتقل من البيئة غير النظيفة للإنسان، مطمئنا للمواطنين بأن من بين 4000 مريض يظهر مريض واحد مصاب بالفطر الأسود. معنا على الهاتف دكتورة نهل عبد الوهاب استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. هو طبعا احنا عايزين نطمن الناس، يعني الحمد لله. ارجوكي انا كنت لسه هقول لك ارجوكي طمنينا قبل اي حاجة. لا لا يا فندم، هو يعني بصي هو في حالات بسيطة ظهرت، وهو الفكرة احنا مش هننكر وجود الفطر، يعني احنا مش الفطر موجود حوالينا في كل حاجة حضرتك. ده بالظبط مش هنقول كلمة فطر عشان نعرفها الناس ببساطة جدا، عفن يعني بمعنى اللي هو يعني فطر او تعفن الاسود موجود ممكن يبقى على الثمار التالفه، على الاكل التالف، الحاجات اللي زي كده حوالينا في البيئه المحيطه. ينتقل للبني ادم ازاي؟ بنتيجه اللي احنا دايما مرارا وتكرارا معاكوا كثير من الجرايد وكثير من الاذاعات والتلفزيون، قلنا يا جماعه مفيش داعي لوصف ادويه من غير داعي. مفيش داعي انا خدت دواء البرد الفلاني خده، مضادات الحيويه انا في اكتر من لقاء قلت يا جماعه احنا هتظهر ممكن كمان، احنا مش مساله كمان الفطريات، مساله ان ممكن تظهر نوع من انواع البكتيريا بتضاد المضادات الحيويه نتيجه الاسراف الشديد. احنا المضادات الحيويه دي بناخدها كده، يعني بناخدها بمخنا، يعني عندي كذا واقول اسم مضاد حيوي واجيبه، يعني عادي خالص. ان انت بتدي بالبنايه البكتيريا او طبعًا. بتديها حصانه عشان تنمو البكتيريا. لما احنا بناخد المضاد الحيوي مش في مكانه، لما بناخده بجرعه مش صح، مش بدون استشاره الطبيب، فده معناه ان بتنمو انواع من البكتيريا غريبه علينا بتقاوم للمضادات الحيويه اللي هي كانت عاديه. يعني انا عايزه اقول لحضرتك، تشوفي لو تفتكري حضرتك زمان قوي اول ما اخترعوا البنسلين كان قد ايه حاجه كويسه، وقد ايه الناس كانت بتاخد المضاد الحيوي بسيط جدا وبتخف، لانه كان بيتوصف بامر الطبيب بجرعه معينه بطريقه معينه وبتخف. دلوقتي ممكن تاخدي اقوى مضاد حيوي في بكتيريا ما، ومش هنقد الناس ما يخفش نتيجه للايه؟ للوصف العلاج عمال على بطال. طلع ديكساميثازون او الكورتيزون
في علاج الكورونا ولاند جود، بس الدكتور اللي بيديه عارف بيديه ازاي والجرعه شكلها ايه. مش معنى ان انا قلنا انه بيعالج الكورونا اشتريه كوقايه او اقعد اخده ليل ونهار لغايه لما مناعتي تضعف. مش حاجه مظبوطه خالص. طب دكتوره معلش يعني خلينا نشرح المساله بشكل مبسط. اولا حسب ما انا فهمت ان هذا الفطر او هذا العفن هو موجود في الحياه، هو مش اختراع يعني مش حاجه جت، لكن هو تاثر المريض بالشخص اللي تكون مناعته ضعيفه نتاج الكورتيزون او نتاج المضادات الحيويه اللي هي بتتاخد زي ما قلنا عمال على بطال. لكن احنا او الامراض اللي مش كنترول، يعني مثلا لا قدر الله المريض عنده سرطان ومش بيتعالج ومش تحت سيطره طبيه، فطبعا بيبقى عرضه لحاجات. ومريض الايدز طبعا برضو لو مش تحت سيطره طبيه، يعني هو الوقت الايدز بيتعالج وفي ناس كتير او متخصصين بيعالجوه وبيبقى تحت السيطره. لو هو مش تحت السيطره بيبقى عرضه طبعا للفطريات المختلفه ولجميع انواع الامراض لانه بيضرب الجهاز المناعي اصلا. طب هو ايه سر بقى الربط دلوقتي بينه وبين فيروس كورونا؟ هل بسبب انه فيروس كورونا بيقلل المناعه؟ هل بسبب ان في اصابات في العالم ناتجه عن للفطر الاسود يعني للمصابين بفيروس كورونا؟ يعني هذا الربط او هذه المخاوف جت ازاي؟ ما هو بالظبط عشان خاطر في حاجه اسمها الاميونتي ستورم او العاصفه المناعيه اللي بتحصل مع فيروس كورونا. بيضطر الاطباء لانهم يوصفوا الدكساميتازون او الكورتيزون. زياده جرعه الكورتيزون ممكن يعمل استجابه لبعض المرضى، وبعض المرضى التانيين ممكن يعمل انهيار للمناعه بتاعتهم وبيبقوا عرضه لانفكشن تاني اسمها سكند انفكشن او سوبر انفكشن. يعني البني ادم مناعته منهاره وبتبتدي بقى تجيله الحاجات اللي كانت ممكن تجيله في العادي. تجي له حاجات ضعيفه جدا تهاجمه وتهاجم جسمه. هتهاجمه وهو يعني هو مناعته ضعيفه والحاجه تبتدي بقى تتكاثر بصوره اكبر. يعني يعني الفطر ده لو هو في العادي والبني ادم مناعته عاديه ممكن الجسم يقضي عليه عادي مفيش مشكله. لو اكتشف بدري بياخده حقن مفيش مشكله والدنيا بتمشي. يعني هو الوقت. طب حضرتك بتقولي لو اكتشف بدري النفع. خليني اسال حضرتك، حضرتك بتقولي لو اكتشف بدري، اولا نطمن الناس ان هو مش معدي، ده مبدئيا هو مش معدي. لكن بالزبط. لو اكتشف بدري دلوقتي مفيش حاله ريكوردد ان حاله نقلت لحاله. بالظبط. هو بتقولي لو اكتشف بدري، طب علشان الناس بتتداول فكره الكلام اللي بيتقال انه ده حد استأصله مش عارف عينه وحد مش عارف وصل للجيوب الانفيه فاستأصله ايه. ده حقيقي. نطمن يعني الناس بقى ان دي حالات نادره اللي هي ما بيكتشفش. لا يا فندم، هو لو اكتشفش بدري هو طبعا يعني نقول برضو رب ضرره النفع. كونه انه بدا يتحط في دماغ الناس انه ممكن يبقى موجود، ده معناه انه هيتعمل التحاليل اللازمه والفحوصات اللازمه عشان خاطر نقدر نكتشف. طب ايه الاعراض بقى عشان احنا نكتشفه؟ ايه الاعراض بتاعته؟ في او بثور جلديه كده هوت على الجلد من بره، وبعدين لما بيزيد زياده بيبتدي بقى ياكل في الاغشيه المخاطيه. ممكن احيانا بيبقى في عند المناخير، بيبقى احيانا عند العين. لا قدر الله الحالات اللي هي المتأزمه جدا ممكن يعني بيبوظ العين طبعا، وممكن احنا بنضطر لاستئصال العين عشان ما يوصلش للمخ. دي حالات متاخره جدا مش هتحصل ان شاء الله. ان شاء الله مش هتحصل. يعني انا بقول لحضرتك يمكن الهلع اللي موجود ده هيحط في دماغ الدكاتره وبالتالي مش هنوصل للحالات دي. تمام. انا بشكر حضرتك جدا انك طمنتينا، بس سؤالي الاخير الخاص ب يعني فيروس كورونا، يعني وصلنا لايه دلوقتي؟ انا شايفه انه الدنيا بتتحسن والعالم ابتدى كثير من الدول يعني بعد التطعيمات انه هتبتدي تفتح وتبقى الدنيا افضل يعني قليلا. وصلنا لايه في فيروس كورونا الى الان؟ هو انا اقول لحضرتك حاجه، الفضل ربنا ثم للقاحات. الناس بدات تقبل على اللقاحات وده شيء رائع جدا. ووعي احنا يعني هو من بدايه فيروس كورونا واحنا يعني احنا بالظبط هي علاقه ما بين البني ادم وما بين الفيروس. لو احنا حطينا في دماغنا ان احنا هنربي نفسنا من اول وجديد، معلش سوري للكلمه، فاحنا هنقدر نتغلب على الفيروس ده. اللقاحات فيها طبعا جزء تجاري ما فيهاش مشكله، بس تنافس الشركات مع بعضيها ده برضه في صالح المواطن. مفيش مشاكل. في مصر هنا بيدونا اللقاح من غير فلوس، ده حاجه ممتازه جدا. وبعدين احنا ما اتسالناش واحنا بناخد يعني لقاح شلل الاطفال واحنا صغيرين. طبعا ما اتسالناش احنا بناخد اللقاح الثلاثي. وفي ابراج كتير قوي قد ايه كانت في يعني اعاقه موجوده من شلل الاطفال، وقد ايه دلوقتي مفيش اي اعاقه نتيجه لشلل الاطفال نتيجه لوجود التطعيم.
انا بشكر حضرتك جدا دكتوره نهل عبد الوهاب استشاري البكتيريا والتغذيه والمناعه بمستشفى جامعه القاهره. وعلى فكره هم حاليا دلوقتي في دراسه تخص على ما اظن استرازينيكا وفايزر انه يعني فكره تطعيم الاطفال او السن اللي هو اقل من 18 سنه. نروح بقى لصندوق تحيا مصر والقافله مش القافله القوافل اللي وصلت لميناء رفح البري استعدادا للعبور لقطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. القافلة فيها 130 حاوية محملة بأكثر من 3000 طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات والدواجن والفاكهة ومراتب وسجاد وأغطية كل المفروشات والمطهرات والكمامات الطبية وملابس، لأنه الحقيقه البيوت اللي تهدت يعني اهلها مش يعني ما عندهمش، في بعضهم بيدور على الاحذيه يعني. خلونا نشوف هذا الفيديو الخاص بهذه القوافل الخاصه بصندوق تحيا مصر. حقيقة شيء يدعو للفخر. خلوني أقول لكم أن دي أول مرة صندوق تحيا مصر يخرج برا القطر المصري، ده طبعا دعما لأشقائنا في فلسطين، ده غير أن في حساب بنكي خاص لدعم أشقائنا في فلسطين لصندوق تحيا مصر، يعني في حساب بنكي منفصل. الخبر الثاني، كشف خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي أنه من المقرر البدء في طباعة وطرح النقود البلاستيكية البوليمير خلال شهر يونيو المقبل. أضاف أن المسؤولين عن ملف طباعة النقود بالبنك المركزي المصري انتهوا من أعمال تدريب العاملين على ماكينات الطباعة الحديثة التي تم استيرادها من الخارج وتركيبها بالمطبعة الجديدة للبنك المركزي، طبعا ده بالعاصمة الإدارية الجديدة. أوضح المسؤول أنه من المقرر البدء في طباعة وطرح النقود البلاستيكية من فئة 10 جنيهات مع متابعة ردود أفعال المواطنين حول العملة الجديدة وقياس مدى الرضا عنها، ثم يتبعها فئة 20 جنيه من مادة البوليمير خلال النصف الثاني من العام الجاري. حقيقة يعني هيبقى عندنا نقود بلاستيكية، وأعتقد أن دي ممكن تكون فكرة جيدة. هنشوف رد الفعل على أول عملة، وبعدها قياسا بقى هنشوف العملات هتبقى تباعا يعني عملات بلاستيكية. خبر لطيف جدا الحقيقة وأسعدني أنه متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء استقبل وفد من المدونين السياحيين بهدف الترويج والتنشيط للمقاومات السياحية والأثرية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية بها. الوفد ضم 45 مدون من 16 دولة منها روسيا، أوكرانيا، هولندا، اليونان، أمريكا، إيطاليا، أرمينيا وغيرها. الوفد أعرب عن إعجابه بالمقتنيات الأثرية وتنوعها وأسلوب العرض الجاذب لها، وخاصة القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون واللي بيتم عرضها بصفة استثنائية حتى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بمحافظة الجيزة. الوفد حرص على التقاط الصور التذكارية لتوثيق الزيارة، وقاموا ببث عدد من الفيديوهات القصيرة لهم خلال الزيارة على صفحتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بوجود عدد ضخم من المتابعين من مختلف دول العالم. والحقيقة هي فكرة غاية في الذكاء، أنا شايفة أنه يعني غاية في الذكاء أن يكون المدونين عادة بيبقى عندهم آلاف وآلاف وأحيانا ملايين المتابعين، مش بس متابعين، دول متابعين يعني بيقدروهم وبيعتمدوا آرائهم، بالنسبة لهم دي آراء معتمدة،
فإنه ييجوا يحضروا ويتفرجوا ويدوا أرائهم دي مسألة يعني مفيدة جدا للسياحة. أنا معنا الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة وخبير التسويق السياحي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا لسه كنت بحيي صاحب الفكرة اللي هي تستحق كل التحية، لأنه المدون ده شخص ليه ألاف المتابعين وأحيانا ملايين المتابعين اللي بيثقوا في رأيه. فكرة زي دي إلى أي مدى ممكن تساعد على تنشيط السياحة في مصر في الوقت الحالي؟ هي فكرة ممتازة جدا يا فندم، لأنه المدون هو مؤثر، والمؤثر على وسيلة التواصل الإعلامي الاجتماعي أيا كانت أو حتى على المدونة الخاصة به، ده بيوصل للسوق المستهدف بسهولة جدا، لأنه الناس المتابعين للمدون على مدونته أو على البلوك الخاص به هما مهتمين بالسياحة والسفر وليسوا جمهور عشوائي. إذن هم من الجمهور المستهدف لهذا المدون. فالمدونين ليست موضة جديدة أبدا، احنا أيام التسونامي اللي حصل في اليابان أنا كنت واحد من المدعوين لتفرو بصفتي مؤثر، وكان عندي مدونة سياحية. اليابان دعتني علشان احضر وازور اليابان واكتب للناس انا شفت ايه عن اليابان، وانه فعلا مشكله اسلامي اتحلت، وده كان يستهدفه المتابعين لينا، وده اللي بيحصل دلوقتي في مصر. معالي الوزير خالد العناني بصراحه بيبذل جهد كبير جدا علشان خاطر نقدر نسوق لمصر بكل الطرق التقليديه والغير تقليديه، والمدونين هي طريقه غير تقليديه لكنها فعاله جدا. أنا سعيدة فعلا أن ابتدى يبقى فيه طرق غير تقليدية في فكرة الترويج بالسياحة. كنت لسه هسأل حضرتك، يعني هل شايف أنه إحنا بنقوم بالترويج الكافي للسياحة؟ هل الخطوات الدعائية اللي بتقوم بها مصر، أن مصر عندها حاجات مش موجودة في أي حتة في العالم، إحنا نمتلك سياحة ثقافية وسياحة دينية وسياحة ترفيهية، وأعتقد أنه يعني متاح لكل العالم، يعني كل العالم عارف احنا نمتلك ايه. فهل احنا بنقوم بدرجة كافية واساليب يعني حديثة في فكرة الترويج السياحي؟ بصي حضرتك، حتى يعني لا نظلم القائمين على العمل، هم بيبدأوا خطوة خطوة، لكن لا احنا لسه ما وصلناش للقمة او لم نتخذ احدث اساليب التسويق العالمي، وخصوصا الاستخدام الامثل للتكنولوجيا في التسويق السياحي. احنا ماشيين على الطريق الصحيح. واكد لحضرتك انه دعوه المدونين هي ما هي الا واحد من 100 تقريبا، لكنها وسيله فعاله. اذا احنا علينا ان ندرب القائمين على تسويق مصر سياحيا والقائمين على الترويج السياحي على كيفية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية. طب دكتور حسام، هل يعني ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل دلوقتي بقى لإعادة الترويج للسياحة؟ لأنه العالم خلاص بقى فيه يعني مصل للكورونا، بقى فيه لقاحات، وعدد كبير من دول العالم ابتدت تتعامل مع فكرة ان احنا هنفتح، واللي عايز يسافر طالما يعني بياخد التطعيم. فيما يبدو يعني ان احنا محتاجين نفكر في الخطوة اللي جاية بعد ما آثار كورونا تبدأ انها تخفت. يعني نركز زي ما العالم كله بيقول في التسويق في المرحلة القادمة بالذات على الأمان، وان احنا بنطبق الضوابط الاحترازية، وان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وان احنا بنحافظ على صحة السائح اللي بيجي لمصر، وبنوريله ان احنا عندنا، ان احنا مستعدين صحيا، ان احنا عندنا نظافة، ان احنا عندنا الهايجين، عندنا التزام. الناس اللي عاملين في قطاع السياحة واخدين الباكسين، المدينة السياحية على اعلى مستوى من التعقيم، الفندق بيطبق كل الضوابط الاحترازية. الان بقت افضل وسيلة للتسويق السياحي هي الامان الصحي، ان انا اوصل للسائح قصة انه هو امن صحيا، انه في مستشفى قريبة منه، انه في اجهزة تعقيم بتعقم الغرفة يوميا، انه هدومه الملايات اللي بينام عليها والفرشة يعني معقم ونظيف وبيتغير، انه في تباعد في المطعم، انه ما فيش حاجة اسمها اوبن بوفيه، انه الاكل ازاي بيطلع من المطعم في غاية النظافة، والمطعم كله اولا والشواطئ واعتقد ان احنا محتاجين نعمل فيديوهات تسوق لده فعلا، يعني للشكل الاجراءات الاحترازية. حلو جدا يا فندم، مركزة فيه على ان احنا
امنين تماما صحيا. هي دي دلوقتي احنا في عصر ما بقاش السائح بينظر لانه جاي عشان الفن قد ما هو بينظر للمكان الامن صحيا. اذا سوقنا نفسنا ان احنا امنين صحيا وان احنا مطبقين لكل الضوابط الاحترازيه وان احنا جاهزين للتعامل لو ظهرت حاله وان احنا محترفين، هذا التسويق هو الجيد الان، وهو الذي هي دي سمه العصر، هو ده الترند للتسويق. انا بشكر حضرتك جدا دكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحه وخبير التسويق السياحي على هذه المداخله الكريمه. خلونا نشوف فيديو خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية. خلال الأسبوع الماضي قامت وزارة الداخلية بجهود عديدة على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة. نشوف الفيديو ونرجع نستكمل. صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 207 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 16 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، بلطجة، مخدرات، سرقة، قتل. وضبط معهم 109 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 359 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 530 قطعة سلاح ناري أبرزها 76 بندقية و57 بندقية آلية و22 مسدساً و375 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة العيرة بلغت 541 طلقة متنوعة، إضافة ل 1239 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 33,044 حكماً قضائياً، من بينها 1,296 حكم جناية، 121,245 حكم حبس، 156,040 حكم غرامة، 51,463 حكم مخالفة. وفي مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهماً قاموا بارتكاب 16 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 62 متهما، كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 902 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 982 متهماً وبحوزتهم أكثر من 112.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 88.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 20.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 14.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 62,303 قرص مخدر. هي تحية للجهود اللي بتقوم بيها الداخلية واحنا ما نعرفش عنها حاجة، احنا قاعدين ومش مدركين ان كل ده بيحصل على مدار الاسبوع وعلى مدار الاسابيع. يعني خلونا بقى نروح لصورة وتعليق، انا هقول لكم التعليق بتاعي واسيبكم بعدها مع الفيديو تستمتعوا بيه الى ان نلتقي طبعا في الحوار.
يعني يمكن من يوم ما ابتديت معاكم وانا جزء كبير من اللي شغلني هي فكره او معركه الوعي والذوق العام والتذوق الفني، وازاي انه يحصل فيه تطور، وازاي انه الناس تبقى عندها قدره على انها تفرز الاعمال الفنيه وتتاثر بيها وتغير في وجدانها، وبالتدريج ده بيغير في سلوكياتنا. وأنا مش من الناس اللي بتقول إن في عمل فني جيد وعمل فني رديء، لأن الرديء ده مش عمل فني، يعني ما ينفعش نصنف التصنيف ده، ما فيش حاجة اسمها عمل فني رديء، العمل الفني هو العمل الفني. وكمان في نفس الوقت مش من الناس اللي هي بتقول إنه نمنع أو نحاسب أو نبعد أو ما نتفرجش، أو يعني اللي هو الشكل الرقابي إن احنا نبعد الأعمال الرديئة. لا، أنا بشوف دايما إنه الفن يترد عليه بالفن والإبداع يترد عليه بالإبداع، وإنه ما فيش حاجة اسمها جمهور عايز كده. الناس لما بيتقدم لها أعمال جميلة وجيدة وبتنمي الوجدان بتتأثر، ويوم بعد يوم هيحصل تغيير في الناس، ويوم بعد يوم الناس هتبقى قادرة إنها تتذوق، وده هيعمل لهم تغيير في حياتهم كاملة. زي ما عشت وشفت كده أطفالنا قاعدين بيتفرجوا على بطولات مصر بعد ما كانوا بيحفظوا دروس التاريخ بالعافية عشان يمتحنوا مادة الدراسات، عشت وشفت أطفالنا بيغنوا أغاني تصنف على إنها أغاني وطنية، بدل ما بيغنوا نوعية تانية من الأغاني لا هدينها ولا هحاكمها، لكن أقصد إن هم بيعيدوا تدوير وبيغنوا أغاني تصنف على إنها أغاني وطنية. قد كده الفيديو ده أنعش قلبي واداني إحساس أن مصر بخير، مصر بخير، ومصر هتفضل بخير، وفعلا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا. سيبكم مع الفيديو ونلتقي بعديه مع ضيفنا الفنان الكبير دكتور أحمد حلاوة. بص في عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في إيدينا، ناسنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايد، الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود وتصحي مارد، الأرض عرض الناس ما يكفيناش فيها، ورا كل باب حراس واقفين بنفديها، الغدر كده جبان عمره ما يتآمن، حالفين نعيش في أمان ما يعيش لهاش خاين، خطوتنا على الأرض دبت دكت حصول الشر وانعادت نعود، قلوبنا على العزم شبت بين الحديد والنار، بنتولد ونموت دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا، دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا. المشخصاتي هو اللقب الذي يستحق باقتدار الدكتور أحمد حلاوة، أستاذي صاحب الفضل، مدرس التمثيل باقتدار أيضا. الدكتور أحمد حلاوة، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ازيك؟ أولا ألف مبروك النجاحات الكبيرة اللي قدمتها لنا في شهر رمضان السنة دي، وخليني أسألك يعني زي ما حضرتك علمتنا، هو الممثل المفروض بيعمل أي دور، وطالما مذاكر الدور كويس وقادر يفصل الشخصيات ده تمام، لكن كان في صعوبة إنك بتقوم بأداء أربع شخصيات مختلفة تماما وبتصور في نفس الوقت، يعني في نفس الأيام تقريبا، هل كان ده بالنسبة لك بيمثل صعوبة وتحدي؟ لا، هو زي ما أنت قلتي المسألة برضو فيها جزء كبير جدا من التعود والحرفية، بمعنى ان احنا بنلاقي صعوبة مثلا يعني لما بنيجي نسوق العربية في الاول،
يعني ازاي بندور العربيه، ازاي بنركن، ازاي بنطلع الاولاني، ازاي بنطلع الثاني، وازاي نسرع شويه، وازاي نخش في الزحمه والكلام ده كله. لكن وانس الواحد بيتعلم السواقه وبيتدرب عليها بيبقى قادر ان هو يتكلم وياكل ويشرب ويرد على التليفون ويزغد اللي جنبه وكل حاجه وهو سايق العربيه. فبتبقى فيها جزء من الحرفيه في التكنيك والتعود على ان الواحد يقدر يفصل، زي ما الواحد ممكن جدا في حياته الشخصيه بقدر افصل لما باجي ازعق لبنتي ولا لحفيدتي على حاجه، مش بالضروره ان انا ازعق لمراتي برضه يعني او للبواب. فيعني هي الفصل هنا فصل بيبقى واقع على الواحد على مستوى الذهني وعلى مستوى العاطفي وعلى مستوى التفكير. هو ده اللي بيخلي الواحد المسألة بالنسبة له تبقى سهلة شوية. ان الواحد وانس الواحد قدر ان هو يذاكر كويس جدا، ويمكن اصعب مشهد في عمري انا بعمله هو اول مشهد في الشخصية. يعني بداية التعرف عليها لسه وماسك خيوطها. يعني لسه انا مش عارفها، لسه انا بشوفها، لسه انا بسمع صوتها، بشوف بردون، لسه بشوف مشيتها ايه، بحس اللبس اللي انا لابسه ايه، يعني بتعايش معاها. هي اول مشهد ده تقريبا طول عمري انا ببقى هو المشكله اللي عندي، ان انا احس الشخصيه انها مظبوطه ولا لا. طب بعد كده بتبقى بعد كده الامور بتمشي سهله يعني. دكتور احمد خليني اسالك، يعني كل فنان مش كل فنان، معظم الفنانين بيبقى كده في حياتهم الفتره اللي اتقال عليها الفتره الذهبيه، اللي هو حصلت له حاله نضوج فني كبيره جدا، وفي نفس الوقت بقى في فتره بيتشاف من المخرجين وبيتشاف من الجمهور بشكل مختلف، فبيعمل ادوار مميزه. حضرتك معايا انه دكتور احمد حلاوه حاليا في الفتره الذهبيه دي؟ والله انا ما بعتبرهاش فتره ذهبيه او لا. تعرف انت طبيعه الشغل في التمثيل والاخراج والوسط الفني طبيعه مختلفه شويه، وممكن جدا تبص تلاقي فنان كويس جدا 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 وفجاه تقولي الله هو الراجل ده ما شفناهوش قبل كده ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيشاور على حد معين، بيخلي الناس تبص له بصه ثانيه. يعني انا يعني الناس بتبص لي دلوقتي تقول الله مش انت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا، فبيسترجع التاريخ بتاعي اللي انا عملته. انا بمارس فن من وانا يعني صغير. فتبص تلاقي النهارده سن دخلت على 80 سنه النهارده الناس بتفتكر. هي بس المساله كلها ان الاربع شخصيات لما اتعاملوا في موسم واحد بقى وجه المقارنه سريع. يعني بتقدري بالريموت كنترول الله مش ده هو ده واحمد حلاوي هنا واحمد حلاوي هنا، بقى بتبقى المساله بالنسبه لهم واضحه. انما انت هتلاقي طول عمري انا بعمل ادوار مختلفه ومتباينه. طب دكتور احمد، دكتور احمد خليني ادخل معاك على طول بقى على الاعمال دي. اولا اكثرهم يعني بالنسبه لي انا تاثرت بيه اكتر هو عم عادل. خلينا نقول كان في ذكاء في الكتابه، كان في ذكاء في الاخراج، كان في ذكاء ايضا في ادائك للشخصيه، بحيث انها تبدو امام المتفرج شخص يعني زي ما كل الناس عارفه شخص طبيعي، احنا ما فيش حاجه جديده يعني، شخص طبيعي تصادف بالصدفه ان هو مسيحي. كلمنا عن الدور ده وازاي ذاكرته وازاي اشتغلته يعني. والله انا هقول لك على حاجه، يعني هو المفروض الادوار اللي من النوعيه دي تقدم بهذا الشكل. انما احنا في الوسط الفني في افكار تملي بتبقى بسيطه جدا ومحدوده، ان هم بيعملوا عمليه تصنيف. يعني لازم 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 يصنف الواحد. يعني لو قلنا يا مسلم، طب يا مسلم جهادي سلفي اخوان مسلمين ولا مسلم شيعي ولا مسلم ايه بالظبط؟ فهو
عادة الناس أو الفنانين بيميلوا إلى حكاية التصنيفات دي. أنا شايف إن المسألة مش كده خالص. أنا لأني عدت يمكن أنا ليا ظروف خاصة إن أنا عشت جنب الكاتدرائية من قبل ما تتبني الكاتدرائية. يعني أنا اتولدت في 3 حارة حلاوة في الدمرداش ورا الكاتدرائية على طول. وكان بيتنا التاني في وش الكاتدرائية على طول. ما كانتش الكاتدرائية موجودة، كان موجودة كنيسة بطرس دي، وكنا بنلعب كورة جوه، وأبونا جرز كان جوه بيقعد معانا، وساعات كان زير يلعب معانا، ونطلع نشرب من القلة بتاعته. ووالدتي أنا كانت في تعمل محشي وندهوله. يعني احنا عشنا حياتنا كلها ما شفناش الفرق ده. عشان كده انا شفت الشخصية بقالب انساني جدا، لان احنا انا بناتي خريجين سان جوزيف تربية راهبات، اصدقائي واعز اصدقائي للان مسيحيين، وبناتي كذلك. انا ما شفتش فرق، عمري ما حسيت بالفرق ده. بالعكس، ده انا حتى لما جت اتبنت الكاتدرائية دي كنت انا ولطفي لبيب وماهر لبيب ومجموعه كبيره جدا، كنا بنعمل مسرحيات جوه في القاعه بتاعه المسرح، ومسرحيات دينيه. وانا ما زلت لحد دلوقتي بعمل برضو افلام دينيه. بتشارك حضرتك طبعا كتير في الافلام المسرحيه؟ طبعا حاجات كتيره جدا. يعني لسه مخلص اول امبارح بس مشاركه لفيلم بطولة الأستاذ فريد النورشي اسمه العابد. يعني أنا أقول لك أنت إيه، إحنا عشنا الكلام ده وما شفناش عكس ما هو مطروح. عشان كده إحنا لما تناولنا الدور تناولناه بهذا الوعي، سواء كان من قبل المؤلف أو من المخرج أو مني. يعني اتفقنا على إن إحنا ما فيش داعي إن إحنا ندي رموز أو إماءة أو إشارة أو حتى يبان في التصوير إنه هو مسيحي، عشان يبان شخص يعني هو في النهاية مواطن عادي زي كل المواطنين. يعني مواطن عادي زيه زي أي حد. إحنا عمرنا ما حسينا بالكلام ده. هو اللي الصداقة صداقة بين مسيحي ومسلم، أو بين مسلم ومسلم، أو بين مسيحي ومسيحي. يعني الصداقة هي الصداقة، والحب هو الحب، والمحبة هي المحبة. فاحنا حطينا دماغنا في الصداقة والمحبة تبقى دي المسج الأساسي. طب دكتور أحمد، هي ليه الناس اتعلقت بشخصية عم عادل، سواء إذا كان اللي اتعلق بيها جمهور من المسيحيين أو المسلمين؟ ليه الناس حبت عم عادل؟ لأنه صادق، لأن العلاقة اللي بينه وبين الأخ الثاني صادق. هو صادق في كلامه، صادق في خناقه، صادق في زعله، صادق في كوباية الشاي اللي بيشربها، صادق في تعليقاته الساخرة. هو صادق كإنسان صادق. صدقيني أنا أي حاجة في الدنيا فيها الصدق ما فيهاش الزيف بتصل إلى القلب. والناس بتصدقها ومنتهى البساطة، من غير يعني زي ما بنقول من غير فزلكة ورتوش ملهاش لازمة. كل ما كان الإنسان صادق في تعاملاته كل ما كان ده كويس، ومن يصدر من القلب يصل إلى القلب. طب انت استقبلت ازاي ردود الافعال على عم عادل؟ يعني الناس كانت حباه، ولدرجه انه وقت ما دخل الكنيسه البطرسيه الناس كانت مش عايزه تنام، وما بين انها عايز تعرف بكره بسرعه هيحصل ايه، وما بين انها خايفه تتفرج على الحلقه لا يطلع استشهد مع الشهداء في الكنيسه وحاطين ايدهم على قلبهم. استقبلت ازاي محبه الناس دي؟ انا في الوقت ده في التايمنج ده بتاع الحلقه لما انتهت وبكره لسه من الناس ما تعرفش، كنت انا بدي محاضره اونلاين على للجامعه لطلبه الجامعه سنه رابعه، زي ما انت عارفه طبعا. بدي سنه رابعه تمثيل واخراج وديكور، فبديهم مناهج اخراج، فبديهم على برنامج يشبه برنامج الزوم كده محاضره. واحنا منفعلين جدا في المحاضره وبتكلم ومش عارف ايه ومهتمين وبيكتبوا وحاجات زي كده. فوجئت في طالب قال لي انا عاوز اسالك يا دكتور على حاجه، عم عادل اخباره ايه؟ هيموت ولا هيعيش ولا هيتعور ولا الناس فطبعا يعني انت لما تخيلي انت طالب في سنه رابعه وبديله محاضره مهمه، وتبقى محاضرات تبقى لسه الامتحانات على الابواب، وتبقى كل همه هو عاوز يعرف عن عادل ده نهايته ايه، اخباره ايه، ايه اللي هيحصل له.
فلدرجه ان في ناس بقت تكلم قرايبه وبناته واحفادي وحفيداتي وكده يقول اخبار عم عادل ايه، يا رب ما يحصل له حاجه، يا رب ما يحصل له. مسلمين ومسيحيين ملهاش دخل ده على فكره. ايوه هو الشخصيه اتحبت لانها حبوبه وصديقه وهو كان مشاعره كلها حقيقيه. وزي ما قلت لحضرتك ده ذكاء طرح الكاتب وذكاء طرح المخرج وذكاء اداء حضرتك كممثل لهذا الدور. طيب كاستاذ بقى جامعي بتدرس الفن، يعني بتحلل بايه درجه التاثر الكبيره اللي تاثر بيها المصريين بعمل فني زي مسلسل الاختيار، خاصه الاطفال والشباب الصغيرين؟ الفكره كلها فكره ايه؟ أنا لما أكون عايش في الزيف والمسائل بالنسبة لي ملخبطة، وفي ناس بتتكلم كلام مرة كلمة تجيبنا وكلمة وتوديني، وبعد كده بكتشف حقائق، هذه الحقائق بتعمل لي نوع من الاستابيليتي، نوع من الاستقرار، نوع من الوعي. ها اللي حصل جزء كبير جدا منه أنا بسميه وعي وإدراك. هذا الوعي والادراك زي ما يكون الواحد بيكتشف ان كان متصور ان فلان ده ما بيحبوش، ثم فجاه اكتشف ان هو بيحب. يعني لحظه اكتشاف حب مصر، لحظه اكتشاف مصر، لحظه اكتشاف يعني ايه وطن، لحظه اكتشاف يعني ايه لازم نعيش في حجه الله، لحظه اكتشاف ان احنا الله محبه حقيقه، الله محبه. بدون حب ما فيش شيء. بدون حب احنا هنعيش في ظلام. يعني كان في جمله يعني الواحد بيبص لها بيقول يعني لو لعنا الظلمه مليون مره بالك النور مش هيجي. ايوه النور هيجي بالشمعة، ده حقيقي النور هيجي بالشمعة. يعني فرق يعني لحضرتك فرق لحضرتك ايه في مشوارك الفني مشاركتك في عمل زي الاختيار؟ يعني حاسس ايه هي الاضافه اللي اضافها ان يكون في مشوار الدكتور احمد حلاوه الفني عمل بقيمه الاختيار؟ انا اقول لك حاجه، يعني انا تملي بنظر للفن عموما من منظور يمكن مختلف شويه عن بعض الناس. انا ببص للفن ده على انه الحكم عليه حكم كيفيه. يعني ايه حكم كيفيه؟ يعني انا النهارده الحرام والحلال والصح والغلط هو في الكيفية. أنا لما إيدي دي تطبطب على يتيم أودي حسنة بيها باخد يعني رضا من الله. لو ضربت بيها حد ربنا هيحاسبني. فالفن ده زي السكينة، يا إما أقشر بيه برتقانة أخد فيتامين سي، يا إما أقتل بيه حد. فهو كيفية استغلالي للفن هو دي اللي ربنا هيجازيني عليه. ولذلك يعني تملي احنا بنقول ربنا يستخدمنا. يعني يا رب انت اديتني موهبه ما وخصتني بيها عن حد معين، فانا يا ربي اللي انت اديتهوني ده من عطاء ومن موهبه خليني استخدمه في مرضاتك. طبعا يعني طبعاً. انا اعمل الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. ولذلك انا زي ما انت عارفه طبعا وكل الزملاء عارفين، انا في كل موقع انا جد جدا، انا طبعاً. وانا ممثل جد جدا، حتى في الكوميديا اللي هسال حضرتك عنها دلوقتي. بس قبل ما ادخل للكوميديا عندي سؤال عن هجمه مرتده، لانه زي ما حضرتك علمتنا يعني هو الشيطان مش لازم يبقى لونه اسود وبقرون ورافع حواجبه. كنت عامل دور غايه في الذكاء في الطرح في الاداء، خاصه انه بيقال انه شخص موجود يعني في الحياه يعني عملت الدور ده ازاي وذاكرت ازاي فكره انه شخص في وسطينا بدون ذكر اسماء يعني وانه يعني انا 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 ما خدتوش بيني وبينك تيبيكال، لان انا لا اجيد التقليد. يعني انا من ضمن الممثلين اللي يجيدوا التقليد، في ممثلين بيجيدوا التقليد، وانا ما خدناهوش بهذه الزاويه. يعني انا ما خدناهوش بان انا بقلد فلان الفلاني، لا، احنا قد تمثلنا على انه نموذج إنسان. نموذج في كذا نموذج بهذا الشكل، مش هو بس على فكرة،
في ناس كتيرة جدا جدا بهذا الشكل. فإحنا قد تخيرنا هذا النموذج، النموذج الشيطاني ده اللي هو مدسوس ده سم في العسل، وتخيلنا يعني ازاي هو هيتكلم ازاي، هيمشي ازاي، هقول ايه. انا طبعا ليا وجهة نظر، حتى لما جيت عملت حتى ادوار التكفيريين ما خدتهاش بهذا الشكل برضه. يعني انا الدور اللي عملته اللي كان مع الدساس ده اللي كان مع قيصر برضه خدته ببساطة وابتسامة وبتاع، لاني انا من وجهة نظري ان الشيطان لو ظهر للإنسان على أنه شيطان هينفره. إنما هو أساساً بيجمل الحياة، وهو بيزين الحياة، وهو بيبان كصديق، عمره ما بان كعدو. لأن لو بان كعدو ما خلاص ما أنا إنما هو بيبان كصديق. فعادةً المشكلة كلها هي مشكلة الصداقة، الصداقة الزائفة اللي ممكن جداً تضلل لي الطريق بتاعي. طب دكتور أحمد، أنا مش هقدر ما اتكلمش عن الفنان أحمد حلاوة الكوميديان اللي هو بنفس درجة كفاءة التراجيديان. يعني بتعمل أعمال، يعني أنت كوميديان مميز جدا وأعمال كتيرة جدا، بس أنا هقف عند عمل قريب لقلبي قوي، والحقيقة طبعا يعني لا يليق أن أنا كتلميذة أحيي أستاذي وأقول له عملت الدور ده رائع، لكن كلمني عن عم بندق في نيلي وشريهان، لأن هذا الدور يعني كان أكتر من رائع. هو برضو يعني هي نفس التكنيك بتاعي في الشغل كله. أنا بحب يعني أتعامل مع الأدوار بصدق شديد جدا دون زيف وببساطة. يعني لأن إحنا لو جينا تخيلنا دور معين وأنا هعمل فيه كذا وكذا 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 وكذا، كتر الحاجات اللي الواحد بيتخيلها ممكن كلها تبقى صح، بس لو عملتها كلها تبقى غلط، لان بتعمل ديستورشن، بتعمل شيء في عدم المصداقيه. فالمفروض ان الواحد يقدم الادوار ايا كان اللي يعملها، يقوم يختار تيمه او اتنين او موتيفه او اتنين او خط او اتنين يركز فيهم قوي عشان يصلوا الى الناس. كان الدور ده بسيط جدا، وعلاقاته برضو يعني فيها نوع من الخفة ونوع من اللطافة ونوع من مش السذاجة، نوع من الـ 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 الغرض من العمل نفسه. والغرض من العمل نفسه ان احنا نقرب الشخصيتين الاساسيتين اللي هو نيلي وجوليان، وان هم في طريق بحثهم عن الكنز او عن الميراث بيجدوا نفسهم وبيجدوا علاقتهم. كده الميراث الحقيقي هو اكتشاف، ويمكن الجد كان عمل كده يعني او الغرض كده. الاكتشاف الحقيقي هو اكتشاف الجواهر اللي داخل الانسان نفسه. هم اكتشفوا حبهم، وهي دي يمكن اللي مخليه الكبار والصغارين يحبوا العمل ده فعلا، يحبوا الشخصيه نفسها. دكتور احمد، كدارس للفن وتدرسه، كنت بتابع ايه في رمضان؟ وجهة نظرك ايه الاعمال اللي يتقال عليها انها اعمال جيدة، ومين الممثلين اللي لفتوا نظرك، ممثلين او ممثلات ان هم قدموا شغل يعني يستحق ان يتقال عليه جيد السنة دي؟ هو بصراحة طبعا ما اكذبش عليك، لان المتابعة وانا بصور بتبقى صعبة، وبالذات ان انا كان مسلسل نمر يعني خلصته حوالي 27 رمضان تقريبا، فكان صعب قوي. انما في الفترات اللي انا من الممكن جدا معايا الريموت واتنقل من عمل الى عمل ومن عمل الى عمل، بطمن على الدراما عامه وبكتشف اللي ممكن يقدم. فانا كان في مسلسلات شيقه جدا زي نوتن، لعبه نوتن مسلسل هايل جدا، يعني هو ده يمكن لفت نظري في أشياء كثيرة جدا، مع طبعا البعض من المسلسلات اللي أنا اشتغلتها، لأن أنا بينه وبينك اتعرض عليا أعمال كثيرة جدا، بس أنا نقيت الأربعة دول اللي هم ممكن جدا أن أنا أشتغلهم، أو الظروف أو صحتي تسمح أن أنا أشتغل، أو هم دول أحسن الحاجات اللي اتعرضت عليا. طب ممثل لفت نظر حضرتك السنة دي أو ممثلة؟
منى زكي كانت هايله جدا وبسيطه قوي وصديقه. يعني بصراحه هو في ناس كتير قوي في مسلسل نيوتن، والاخراج كان هايل جدا جدا جدا. طيب برضو ياسر جلال كان عامل دور مش زي الفتوه، مش زي اي دور تاني هو عمله. يعني غير من جلده في 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 تقدم انا شايفه في محمد الامام. يعني في اختياراته في تفكيره، عمل توليفه هايله قوي مع الاستاذه شيرين عادل في النمر، فعمل التوليفه تقدر يعني توليفه فنيه وفي نفس الوقت توليفه تجاريه نجح بيها. محمد رياض كان عامل دور هايل جدا، بيومي فؤاد كان عامل دور مختلف عن ما هو بيطرح نفسه في النمر. اعتقد في حاجات كتيره جدا جدا برضو يعني اكتشاف لبساطه المخرجين طبعا. يعني في طبعا ناس مخرجين، في مخرجين زي الاستاذ احمد صالح وزي شيرين عادل وزي بيتر ميمي يعني دكتور احمد انا للاسف انا وقتي خلص ولسه عندي مزيد من الاسئله، لكن اقدر اقول انه يعني كالعاده زي ما علمتنا دايما انه يعني ملخص الحوار ان الصدق هو الاساس في العمليه الفنيه كلها. انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك معانا النهارده عبر زوم، والف مبروك على الاعمال العظيمه اللي قدمتها لنا. كنت ضيفي النهارده دكتور احمد حلاوه، واشكرك. متشكرين جدا، مع السلامه. مشاهدينا كالعاده الوقت معاكم بيمر بسرعه والقعده وسطكم ما تشبعش منها. بكرة حلقة جديدة من مساء الخير، وأنا أشوفكم الحد الجاي إن شاء الله.